هنتكلم عن السمان. طائر السمان في الفترة الحالية يعتبر طائر أو كتكوت من أفضل بدائل الفراخ البيضة اللي ارتفع أسعارها بشكل كبير في الفترة الأخيرة، نظرا طبعا لغلو الأعلاف واللي أدى بشكل مباشر لارتفاع أسعار الدواجن. النهاردة زي ما حضراتكم ملاحظين إن ارتفاع الدواجن أدى إن الكيلو أصبح معدي 60 جنيه في السوق، يعني أقل فرخة النهاردة هتعدي 130 جنيه لو 2 كيلو. فكان من دورنا كأطباء بيطريين إن إحنا نقدر نوفر بديل مناسب لكل الناس المربيين اللي بيربوا في البيوت، ولقينا إن أنسب حاجة في الفترة الحالية هو طائر السمان. طائر السمان ببساطة هو دورة حياته لا تتعدى 35 يوم، استهلاكه في العلف لا يتعدى نص كيلو خلال الدورة. يعني لو حسبة بسيطة كده حسبنا إن الطائر عمر يوم بيبقى سعره حوالي 2 جنيه أو 2 جنيه ونص. سعره 2 جنيه، 2 جنيه ونص عمر يوم، وهياكل مثلا نص كيلو علف. نص كيلو علف النهاردة سعره 11 جنيه، هيبقى حوالي 13 جنيه ونص. نظرا إن مثلا هيبقى في لمبة شغالة أو فين إشارة أو كده، فسعره لن يتجاوز 15 جنيه سعر الكتكوت الواحد في دورة حياته كلها. فبالتالي هيبقى موفر ما هيبقى موفر لست البيت اللي هي هتربي. لو عندنا النهارده أسرة مكونة من 4 أفراد، فهيستهلكوا أربع طائر سمان، هيبقى سعر الأربعة 4 × 15 ب60 جنيه. في المقابل إن لو هيستهلكوا فرخة هيبقى سعر الفرخة 2 كيلو أقل حاجة النهاردة في السوق عاملة 120 جنيه. فطبعا فرق الستين من المية وعشرين فيه توفير جامد لأصحاب البيوت. طائر السمان هنتكلم شوية عن الطائر ده، ذكر في القرآن الكريم في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى. السلوى المقصود بها اللي هو طائر السمان في قصة بني إسرائيل. بالنسبة لظروف التربية، أول حاجة لو هنبدأ مثلا مشروع بـ50 طائر سمان، هيتربوا في مساحة نص متر في نص متر، دي المساحة المخصصة للتحضين. زي ما حضراتكم شايفين هيبقى في لمبة اللي هي 220 واط، ديت هيبقى هتدفي المساحة اللي هي نص متر في نص متر. طائر السمان بيحتاج تدفئة عالية في الأعمار الصغيرة، بتبقى يحتاج درجة حرارة 37 درجة مئوية، على عكس الكتاكيت البيضة اللي بتحتاج حرارة 33. فبالتالي اللمبة اللي هي 200 واط مناسبة للمكان ده. لازم برضه زي ما حضراتكم شايفين المكان يكون متقفل بمشمع كويس، علشان ممنوع دخول أي تيارات هوائية، واللي ممكن الفرخ السمان في الأعمار الصغيرة يصاب ببرد وممكن يموت. قولي يا دكتور بقى في البداية إن إحنا بنجيب طائر السمان ده هو قد إيه وبكام؟ احنا بنجيبه عمر يوم، بيبقى لسه عمر يوم، سعره بيبقى حوالي 2 جنيه لحد 3 جنيه حسب نوع الطائر نفسه، من 2 ل 3. من 2 ل 3. في اللي هو السمان الأبيض وأسمر، ده اللي هو النوع الهجين، بيجي بكام بقى؟ يعني سعره بيبقى في البداية كام؟ سعره في البداية ده عامل 2 جنيه يا 2 يا 3، عشان بس الناس ما يضحكش عليها، يعني هو سعر الكتكوت من 2 ل 3 جنيه. هو من 2 ل 3 جنيه حسب كل منطقة وحسب النقل والتوزيع، يعني هيبقى سعره هتروح من 2 ل 3 جنيه. بالكتير قوي 3 جنيه. بالكتير قوي 3 جنيه. طيب بالنسبة للعلف بقى، كل كتكوت بيستخدم قد إيه علف تقريبا في الشهر أو في الدورة؟ الدورة كام يوم؟ هي دورته كلها حوالي 35 يوم، بيستهلك الكتكوت نص كيلو علف، أقصى حاجة يستهلكها نص كيلو علف خلال الدورة. فالنص كيلو علف طبعا يعني سعره عامل 11 جنيه مع سعر الكتكوت، يعني ما مش هيجيب العمر 15 جنيه. يعني لو واحدة فكرت إن هي تعمل حاجة زي كده في البلكونة بتاعتها في أي مكان بقى، حتى لو المكان ده يعني مثلا مناسب جدا، حتى لو ما حد ما عندوش مكان يربي فيه، لو في البلكونة كرتونة مثلا نص متر في نص متر، أو لو بوكسة مثلا زي ديت نص متر في نص متر، هيبقى مناسب لتربية لحد 50 طائر سمان. يعني البوكس ده بياخد 50. بياخد 50. مع الأعمار الكبيرة ممكن مثلا نوسع المكان شوية لحد مثلا متر في متر، أقصى حاجة الـ50 هتربوا فيها. فهنشوف إن إحنا ما بياخدش مساحة معانا أصلا في التربية. بالنسبة لظروف العلف بتاعه، فهو السمان في البداية بيحتاج علف بروتين 28%. طبعا العلف اللي موجود في السوق بتاع الفراخ البادي 23%. طب فرق ال 23 من ال 28 هنعوضه إزاي؟ هنجيب فول صويا مطحون. معلش يا دكتور هنقطع بس كلام حضرتك، هو اللي عايز يجيب، هي بتقول اللي عايز يجيب، يعني هو اللي عايز يبدأ من البداية اللي احنا قلناها، اللي هو يروح يشتري كتاكيت. كتاكيت سمان عمر يوم. عمر يوم. عمر يوم. وبعدين بيجهز المكان، المكان بقى بيبقى دافي بنسبة قد ايه؟ المكان بتبقى درجة حرارته 37 درجة مئوية.
درجة حرارة الغرفة، درجة حرارة الغرفة يعني لو في البلكونة لازم يكون فيه مشمع. لازم يكون المكان متحوط بمشمع عشان ممنوع اي تيار هوا يخش، بالذات في فصل الشتاء، لان مثلا الحراره بتبقى بره مثلا 22 23، فلازم نعوض فرق الحراره ده ان نقفل المكان بمشمع وما يبقاش داخل هوا في اول 15 يوم فتره التحضير. فترة التحضير درجه الحراره ديت بتقل كل اسبوع 3 درجات مئويه، يعني اول اسبوع 37 وبعد كده 34 لحد ما تثبت معانا عند 25 درجه مع الاعمار الكبيره بقى. طار السمان بيبدا برضو، لو احنا ممكن نربيه بغرض اللحم وممكن نربيه بغرض البيض. بالنسبه ممكن نربيه بغرض التجارة. التجاره مش هيبقى مربح قوي، يعني هو بغرض الأكل والبيض هيبقى حلو. بغرض التوفير لست البيت اللي هي تربيه يعني. بالنسبه للبيض برضو بانتاجه في البيض عالي خالص، يعني ممكن بيبدا يبيض معانا من 40 لحد 45 يوم يبدا يدي انتاج بيض. انتاجه بيوصل لحد 330 بيضه في السنه، يعني تقريبا معدل كل يوم بيضه. هو كل يوم بيضة. بيضته من 10 ل 15 جرام وزنها، هي اصغر من البيضه البلدي حاجه بسيطه بتاع الفراخ البلدي. البيضه بتاعت السمان طبعا لها فوائد كتير، من ضمن فوائدها ان نسبه الكوليسترول فيها قليله، فطبعا نسبه الكوليسترول قليله فمفيده لمرضى القلب اللي ما بيقدروش يستهلكوا البيض اللي هو بتاع الفراخ. برضو اللي بتحسن من وظائف الجهاز الهضمي وبتحسن من وظائف الكلى، وطبعا مصدر غني للكالسيوم فبتحسن برضو من نمو العظام والكلام ده كله. ده بالنسبه للموضوع بتاع بيض السمان. فاحنا ممكن احنا هنحدد بقى في بدايه الدوره احنا هنربيه بغرض البيض ولا هنربيه بغرض توفير اللحوم. لو بغرض توفير اللحوم بنديله اول 15 يوم علف بروتين 28%، وبعد ال 15 يوم بنديله علف بروتين 23% لحد اخر الدوره لحد ال 35 يوم. طيب لو هنربيه بغرض البيض بنديله اول 15 يوم علف بروتين 28%، وبعد كده بعد ال 15 يوم بنديله علف بروتين 21%. بالنسبه للاكل بتاعه، العلف البدري موجود في السوق ما بيعرفش السمان ياكله، منقاره صغير زي ما حضرتك شايفه فما بيعرفش ياكله. فبنعمل ايه؟ فاحنا بنطحن العلف ده، ممكن نطحنه في الكبه، ممكن نطحنه بالمسمار بتاع الهون، اي حاجه يعني ايه تفتت العلف زي ما حضرتك شايفه في الصوره كده. عشان الطار يقدر ايه ياكله. الكلام ده لمده 15 يوم، وبعد 15 يوم بيقدر ياكله عادي ايه العلف الموجود في السوق اللي هو العلف البدري. بيوصل بقى سعر الفرخ الكبير بكام؟ يعني الواحد الكبير بيبقى بكام؟ الواحد الكبير ممكن يتباع في اماكن من 20 لحد 25 جنيه، وممكن يعدي لو متنضف، لو حضرتك شايف متنضف او كده بيعدي السعر عن كده كمان. لو هو كبير بقى ومتنضف وكويس يعني. في ناس كتير بتحب اكل لحوم السمان، لحمتها كويسه جدا، بتبقى عامله زي الحمام، حجمه يبقى حجم الحمام، وممكن برضه يتحشي وكده. ففي ناس كتير بتفضل لحوم السمان. والبيضه بتاعته بتوصل بتبقى سعرها تقريبا جنيه، في ناس برضه كتير بتحب البيض بتاع السمان. فلو حضرتك مربيه لغرض البيض، يعني لو مربيه مثلا 40 مثلا، لو فيهم 20 واحده مثلا هتبيض، تقريبا كل يوم هتلاقي معدل 18 بيضه او 19 بيضه، فطبعا هيوفر في البيض برضه. بعد الشر طبعا عن السمان اللي هنا، بس ايه هي الامراض اللي بتيجي لطائر السمان؟ طائر السمان احنا في البدايه من اول ما بيجي بنستقبله على محلول جفاف، وبنديله لازم نستقبل على مضاد حيوي عشان في السالمونيلا بتاثر عليه في الاعمار الصغيره. وكل 10 ايام عند اليوم العاشر وال20 وال30 بننزله تحصينه كوليسترول، لان اخطر مرض بيأثر معانا على السمان اللي هو الكوليسترول. فممكن يعني حضرتك لو جنبك اي طبيب بيطري او كده تجيب من عنده من العياده بتاعته تحصينه كوليسترول عند اليوم العاشر وعند اليوم ال20. فالكوليسترول ده من اخطر الامراض اللي بتأثر على السمان وعلى باقي الطيور عموما. بتبقى منتشره ولا عادي ممكن ما تجيش اصلا للطائر اصلا؟ لا ممكن ما تجيش، يعني لو ظروف التربيه نفسها كويسه ما الدوره تجيش. نفسها ممكن الحمد لله يعني ما تجيش لاي طائر يعني. ممكن ما تجيش، لا احنا بنحطها وقايه برضو يعني. بتيجي بشكل نادر لو جت. طيب انت قلت لي برضو ان السمان ليه فوائد كتير لمرضى القلب بس ولا للناس عامه؟ ايه هي الفيتامينات والحاجات البروتين اللي فيه؟ هو الـ 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 البروتين بيبقى غني بمجموعه فيتامينات، منها مثلا اللايسين، وغني بالمعادن والكالسيوم، فليه وظائف كتير جوه الجسم. يعني السمان من افضل اللحوم اللي الانسان يقدر ياكلها، يعني لحمتها نفسها لحمه كويسه كده مستساغه في الاكل. طيب استاذ اسلام بس بيسال، لو هيشتري بغرض البيض هيشتري من عمر كام؟ ولو هيربي في البلكونه وينفع يكون بجانبه حمام؟ حمام اللي هو الحمام اللي هو اللي احنا عارفينه. لا هو يفضل ان الطيور عموما الانواع المختلفه تكون ما تكونش جنب بعضها، لان الانواع المختلفه ممكن تاثر على بعضها في نقل الامراض وكده. لو حضرتك مثلا هتشتريه ممكن تشتريه عند عمر، يا اما تجيبه عمر يوم، يا اما بتلاقي في ناس بعض الاماكن بتحضن بيبقى عمر مثلا 10 ايام او عمر اسبوعين. فده بالنسبه لك هيبقى احسن، يعني لو لقيت عمر اسبوعين هيبقى افضل،
ممكن مثلا عمر اسبوعين تلاقي مثلا في حدود 6 7 جنيه، مم. فده هيبقى اوفر يعني، لان اخطر مرحله ممكن تقابل السمان اللي في الاعمال الصغيره ان ممكن مثلا يموت من الساعه لو حضرتك ما عرفتش توفر له مثلا المكان الحراره ال 37 ديت، ممكن برضو يموت نتيجه ان هو يغرق. ففي الساقات اللي مستخدمها برضو السمان نقطه مهمه لازم نبقى عارفينها، في ساقات بتبقى اصغر من ديت اللي هي نص لتر، ساقية نص لتر، دي ما دي بتبقى مخصصه للسمان. لو هنستخدم الساقية ديت في العمر الصغير لازم نحط إزالات في الساقية عشان برضو كتكوت السمان ما يغرقش فيها. ده بالنسبة للساقيات وبالنسبة لتربية البيض. يعني هو ما ينفعش يتربى مع الحمام، لا ما ينفعش يتربى مع الحمام، لازم هو يتربى لوحده، لازم يبقى لوحده. بيفضل في تربية الطيور عموما ان كل نوع يبقى لوحده. ممكن برضو لو حضرتك هتربي البيض وعايز توفر اكتر، ممكن برضو بعد الشهر تعمل له خلطة. لو عندك مثلا عيش ناشف هو عيش او كده، ممكن تعمل مثلا خلطة عبارة عن 5 كيلو عيش مع 2 كيلو دشيش اللي هو الذرة مع 3 كيلو كسر فول. الخلطة ديت مفيدة جدا في إنتاج البيض. يعني حضرتك قلت ان هو بمعدل كل يوم بيجيب بيضه، يعني لو مثلا احنا عندنا 50 واحد هنقول مثلا صفصفوا في نهايه الدوره على 40، يعني لو كل يوم 40 بيضه يبقى حلو قوي يعني لو ما ما شاء فهمش الله ديوك يعني. وكلك 40 فرخة فهيجيبوا ان شاء الله 40، يعني لو حد 35 بيضة كل يوم فده انتاج كويس جدا. يعني ممكن الواحد كمان يبيع منه، بنباع، بتبقى البيضة مثلا سعرها حوالي جنيه دلوقتي في الفترة الحالية. يعني يبيع منه ويبيع يعمل بعد كده على الموجودين، يعني ده ممكن لو اي شاب فكر ان هو يفتح مشروع هيبقى مشروع مربح بالنسبه له هو مش سيبش البيت بس يعني. المشروع هيبقى اربح طبعا لو بعد كده الناس فكرت انها تعمل مثلا قطيع سمان، لو 5 6 آلاف كتكوت سمان، ده طبعا محتاج رعايه خاصه بس هيبقى برضه في انتاج بيت كويس وفي انتاج كتاكيت بعد كده، ممكن مثلا الناس تعمل مفرخه او كده، فهيبقى في انتاج كويس بعد كده يعني. طيب انا شايفه ان في نشاره هنا ولا ايه دي؟ لازم الارضيه بتاعت السمان تكون نشاره، النشاره طبعا مع اللمبه ديت بتساعد في تدفئه المكان، لان النشاره بتمتص الحراره وبتدفي المكان اكتر. هو الاكل في النشاره؟ لا هو الاكل بيبقى هنا بس، هما طبعا ما بيعرفش ياكل في العلفات وهو صغير، فاحنا لازم نحطه هنا، في بعض الاكل بيتبحتر فبيقعد ينقي فيه. ممكن بدل حضرتك مثلا ما عندكيش نشاره ممكن تستخدمي تبن لو التبن متاح بدل النشاره قد برضو ايه موجوده عندي. كل بوكس من ده مثلا بياخد قد ايه نشاره او قد ايه تبن؟ لا يعني مثلا ارتفاع مثلا 3 4 سم، مش يعني طبقه مش كتيره كيلو يعني، مثلا؟ كيلو نشاره او نص؟ او حوالي يعني كيلو، يعني ده مثلا حوالي داخل على كيلو او اقل من كيلو. طيب بالنسبة للعلف بتاع السمان ما موجود على طول؟ يعني العلف بتاعه بيبقى موجود على طول ولا هو برضه لما حصل أزمة كان في مشكلة فيه؟ لا هو علف السمان هو علف الفراخ، ما فيش اي تغيير يعني، هو علف السمان هو العلف البادي اللي احنا بنجيبه الفراخ في المرحله الاولانيه اللي برضه، هو البيتي اللي هو البادي اللي هو تركيز 23%، البيتي بيفضل المرحلة الأولى اللي هي 15 يوم؟ اللي هو الاول 15 يوم بس. في السمان هنا بقى بيفضل الدوره كلها يعني، السمان لان طبعا مهما يكبر مثلا بيبقى حجمه ده اللي هو الاسمر والابيض ده اللي هو النوع الهجين، حجمه مثلا بيوصل معانا من 250 ل 300 جرام. في اللي هو البيور بيوصل معانا لحد نص كيلو 500 جرام، ده يعني حتى لو 250 جرام فما بيعرفش ياكل العلفه اللي هي العلفه الكبيره، فبياكل البادي ده طول الدوره. اللي فكر يجيب 50 كتكوت يبقى لهم قد ايه في الدوره كلها؟ وزن قد ايه العلف؟ علف هو اللي احنا بنحسب الكتكوت نص كيلو، فال50 كتكوت هياكلوا شكاره 25 كيلو. 25 كيلو في الدوره اللي هي 35 يوم. اللي هي 35 يوم. ما شاء الله، يعني حاجه جميله جدا. زي ما حضراتكم شايفين اعزائي المشاهدين، طبعا احنا اليومين دول بنقول بقى يعني ايه علشان نوفر، عشان نواجه الغلاء، عشان الحاجات دي كلها المفروض ان احنا بنفكر بره الصندوق شويه. يعني لو فكرنا ان احنا هناكل سمان، هناكل بيض السمان، هتبقى حاجه جميله جدا. زي ما حضراتكم شايفين الدوره بتاعته 35 يوم زي ما دكتور اسلام قال، التكلفه 25 كيلو تقريبا في ال 35 يوم، فتعتبر حلوه. في نفس الوقت الاسعار زي ما حضراتكم شايفين 750 جنيه تقريبا يا دكتور سعر الدوره كلها. لو سعر الدوره كلها لو هنتكلم ان احنا هنربي 50 طائر فهيكلفنا حوالي 750 جنيه طول الدوره. في ناس كتير بتحب لحوم السمان، وبرضه انصح الناس انها تجربه، لان لحمته بصراحه يعني اللي هيجربها مره هيعجبها، هيربي سمان على طول ان شاء الله. السمان ده برضه في ناس كتير بتصطاده، بيجي طيور مهاجره، الناس اللي هي من الساحل الشمالي ومطروح والجماعه دول بيصطادوه برضه. طيب معلش بس يا استاذ اسلام بيسال، نعرف الذكور من النتايه بعد كام عمر؟ عمره قد ايه؟ بيبدا عند عمر مثلا ال 40 يوم قبل فتره انتاج البيض على طول. قبل فتره انتاج البيض بيعرف الذكر من النتايه؟ بنعرف في الاعمار الكبيره. يعني الوقت ده كله ما نعرفش فيه اي حاجه؟ لا وهو صغير ما بتعرفش. لا وحضرتك برضه بس هتعرفه ازاي؟ انت هتمسك الطائر، بس الكلام ده ما يبقى عند 40 يوم،
هتلاقي في حتة بارزة هنا فوق.